بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحباب الكرام، اليوم سوف نعيش مع حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم فيه عن الإنسان الذي همه الآخرة، والإنسان الذي ليس همه إلا الدنيا. وقد تكلمنا من قبل عن المؤمن الذي همه الآخرة، واليوم سوف نتكلم عن الإنسان الذي همه الدنيا. فعن حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وهذا الحديث حديث صحيح. أحبابي الكرام، اليوم سوف نخص الكلام عن الإنسان الذي كان همه الدنيا ولا يسعى إلا للدنيا، فذلك الإنسان مغرور بطبيعته، جعل الدنيا أكبر همه وانبهر بها وشغلته زخارفها وألوانها، فيحب العاجلة اللي هي الدنيا حبا كبيرا، وقد ملأت شغاف قلبه، فهو يرضى للدنيا ويسخط للدنيا ويوالي ويعادي للدنيا، يفرح للدنيا ويحزن لها. هذا الإنسان الذي ألهاه المال وشغله وما كسب عن ذكر ربه، وما كسب من ذكر ربه وقام الصلاة وأتى الزكاة شيئا، وهو يعاقب في الدنيا وفي الآخرة. ونحكي أحبابنا الكرام ما يتعرض له من العقوبة في الدنيا، وما يعاقب الله سبحانه وتعالى به في هذه الحياة الدنيا. أول هذه الأشياء أن يشتت عليه شمله مهما بلغ من الثراء ومن الغنى، ومهما أوتي من مناصب وجاه وشهرة وأضواء، هذا الإنسان مسكين في نفسه. حينما تجلس معه تجده إنسان مشتت البال، هائم الفكر، مضطرب النفس، كثير القلق، يعني نفسه مش مطمئنة، تملت ليه الآن، ودايما مشتت، ودايما سرحان، ودايما مش منتبه معاك في الكلام، ودايما خائف لما سيحدث له. صلوا بينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا بينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الإنسان المشتت تجد لا بركة في ماله
ولا ولده، ودايما تجده مكروها من الناس، ولا يحبه الناس غالبا، ولا يكتب له القبول في الأرض، فهو مبغوض في الدنيا، مكروه في الدنيا من الله ومن الناس. وفي الحديث أن الله يبغض كل جعذري جواذ، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. والجعذري أحباب الكرام هو الإنسان الفظ الغليظ المتكبر، قد يتكبر بماله، قد يتكبر بعلمه، قد يتكبر بجاهه، قد يتكبر بسلطته، فهو إنسان غليظ في التعامل مع الآخرين، متكبر عليهم، يرى نفسه أعلى من الناس ومن البشر. هذه الشخصية وهذا الرجل وهذه المرأة الله سبحانه وتعالى يبغضهم ويكرههم. وجواذ بمعنى أي أن هذا الرجل جمع المال ومنع حق الله فيه، يعني جمع المال وأخذ يجمع الكثير من المال، ولكن لا يطلع ولا يخرج حق هذا المال للفقراء والمساكين والمحتاجين، فهو يكنز هذا المال ولا يعطي حق الله سبحانه وتعالى في هذا المال، ولا يزكي ولا يعطف على الفقراء والمساكين والمحتاجين. فهذا إنسان مكروه من الله سبحانه وتعالى، الله لا يحبه. كذلك عالم بأمر الدنيا، يعني إذا سألته في أي أمر من أمور الدنيا، سواء في البيع أو في الشراء أو في الزواج أو في الزواج أو في أمور الناس عامة، نجده أو في الطب أو في أي علم من علوم الدنيا، نجده يفتي ويقول لك الأوصاف ويحكي لك، و يعني تجده كأنه عالم يعرف كل شيء في هذه الحياة الدنيا، ونجده عنده خبرة كبيرة في هذه الحياة الدنيا. ولكن هذا الشخص جاهل بأمر الآخرة، أي أنه يعني إذا سألته في أي أمر من أمور الدين الأساسية، نجده إنسانا جاهلا لا يعرف. ربما لو سألته عن أركان الإسلام قد لا يعرفها، أو أركان الإيمان قد لا يعرفها. فهذا من هذا من الجهل الجهل والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وأن يعلمنا ديننا. كذلك هذا الإنسان الذي يحب الدنيا، قلنا أول حاجة إن هو يشتت عليه شمله، وهذه العقوبة الأولى. نأتي إلى العقوبة الثانية، وهي أن يجعل الله فقره بين عينيه. يعني مهما الإنسان دوت غني، ومهما الإنسان ده معه أموال، ألا إنه ينظر أنه فقير، وينظر أن هناك من الناس من يكون أغنى منه بمراحل، فيشعر أنه فقيرا. ولو زاد حتى ماله، نجد أنه حارسا لهذا المال، وعنده هاجس أن المال هذا سوف يموت ويتركه، أو إن بعيدا أو قريبا سوف يموت ويأخذه الورثة. فهو دائم الفكر، حزين البال، يصيبه الهم ويصيبه الغم بسبب تفكيره في المال وكيف ينمي المال وكيف يزيده. وقد ذم النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي يحب المال ويعشق المال عشقا كبيرا أكثر من دينه، فقال تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم.
فمن العقوبات العقوبة الثانية أن يجعل فقره بين عينيه، مهما بلغ من الغنى إلا أنه يشعر أنه فقير. كذلك أحبابنا الكرام، العقوبة الثالثة أن لا يأتيه من هذه الدنيا إلا ما قد قسم له، إلا ما قد كتبه الله سبحانه وتعالى، وإن كد وكدح وواصل الليل بالنهار وتعب لهذه الدنيا تعبا كثيرا، فهو يسهر ويبذل المجهود لكي لا يفوته شيئا من رزق الدنيا، ويحرص عليه أشد الحرص، وما يدري وما يعلم وما يدري وما يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد كتب له الرزق، وقد لا يموت العبد إلا وقد استوفى رزقه. وقد نفث روح القدس في روع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن لن تموت نفس، أن لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني لن تموت نفس إلا وقد استوفت رزقها، وأن الله سبحانه وتعالى سوف يرزقها بالرزق الذي قدره الله سبحانه وتعالى له. لن يموت ينقص درهما أو دينارا أو ريالا أو جنيها، ولن يموت إلا وقد استوفى رزقه من المال ومن الشراب ومن الطعام، لأن الله سبحانه وتعالى كتب له هذا الرزق. وكذلك جميع أنواع الرزق فليس مقصورا على المال فقط والطعام والشراب، ولكن الزوجة الصالحة رزق، والأولاد الصالحين رزق، ومحبة الناس رزق، كل هذا من أنواع الرزق. فلا بد أن نجمل في الطلب، ونطلب المال ونطلب الرزق بعفة النفس وجمال النفس، لأن الرزق سوف يأتيك، إنما الإنسان يأخذ فقط بالأسباب ويسعى ويجتهد ورزقه سوف يأتي. ثم كان من دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من حال هؤلاء الذين كانوا يحبون الدنيا حبا كبيرا، وكان من دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. صلى بنا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الآخرة أكبر همنا وأكبر همنا، والشغل الشاغل لتفكيرنا أحبابنا الكرام، ويجعل سعينا لها سعيا أكيدا. وكذلك حال المؤمن يسعى للآخرة وهو مؤمن، يسعى ويجتهد في السعي إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى وإلى رضا الله، ويسعى في كسب رزقه من حلال ليكون سببا في إطعام وإطعام أهله وإطعام أقاربه، ويعف به عن السؤال عن الناس، ويصل به صديقه، ويفرج به الكربات، ويساعد به المحتاجين ومن يطلب المساعدة، ويسد به ديني ويسد به فقري. هكذا فوائد المال أحبابنا الكرام، ونعم المال الصالح مع العبد الصالح إذا كان المؤمن مؤمنا يسعى ويجتهد ورزقه الله سبحانه وتعالى مالا كثيرا، فنعم المال الصالح مع العبد الصالح. نجد أن هذا الرجل الصالح المؤمن الصالح يستخدم هذا المال في جميع الخيرات وفي فعل الخيرات، فنجده يساعد المرضى والمحتاجين والمساكين وكل من يريد المساعدة،
نجده يده سباقة لفعل الخيرات. وهذا الإنسان الله سبحانه وتعالى ينمي في ماله ويزيد في ماله، ويبارك الله سبحانه وتعالى في ماله لأنه فعل الخيرات وجعل الآخرة أكبر همه. أما أحبابنا الكرام، من جعل الدنيا أكبر همه فلن ينال منها إلا ما قد قسمه الله سبحانه وتعالى له، وما قدر الله سبحانه وتعالى له، ويعيش فقيرا حتى لو كان غنيا فهو يعيش حريصا لهذا المال، وسوف يتركه إن آجلا أو عاجلا، وقد يتركه للورثة. فانظر أخي الكريم، اجتهد وجد وسهر الليالي وتعب ولم يتمتع بهذا المال، ولم يستفيد بهذا المال، ولم يوجهه في فعل الخيرات، فهو المال هنا كان له عقاب في هذه الحياة الدنيا، ولم يستغل استغلال صح، فكان حصر له في هذه الحياة الدنيا، وحصر له عند مماته. وأخي الكريم، أخي الغني، يا من من الله سبحانه وتعالى عليك بالمال الكثير، أنفق على الفقراء والمساكين والمحتاجين، واعلم أن الله سبحانه وتعالى سوف يخلف عليك هذا المال. وأنت أخي الكريم أيها الفقير، خذ بالأسباب واسعى واجتهد في أسباب الرزق، وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يغنيك من فضله الواسع، وأن يمن الله سبحانه وتعالى عليك من الفضل العظيم. واعلم أن أطيب طعام تأكله هو أن تأكله من عمل يدك، فاسعى واجتهد وخذ بالأسباب، وثق أن الله سبحانه وتعالى سوف يعطيك الخير الكثير ويكافئك على ما بذلته من مجهود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الذين كانت الآخرة أكبر همهم وكانت هدفهم الأكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع هؤلاء المؤمنين الصالحين في جنات النعيم. هذا أحبابنا الكرام، إن كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، وإن كان من توفيق فمن الله سبحانه وتعالى. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكر الله لكم وطبتم وطابت أوقاتكم، أحسن الله إليكم، شاكر لكم حسن الاستماع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم في جنات النعيم. لا تنسوني من صالح دعائكم، أدعو الله لي أن يغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات، ويكتبنا من عباده الصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك، وأن يرزقنا جنات النعيم، وأن يبعدنا عن النار، ويغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا، ويرزقنا الإخلاص. وأسأل لكم الإخلاص، وأسأل لي الإخلاص، وشكر الله لكم وأحسن الله إليكم، ورزقكم الله قلوبا خالصة، قلوبا مطمئنة، قلوبا شاكرة لله سبحانه وتعالى، عابدة لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم ويكتب لكم الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام.